يلا مع بعض، بعد ما جهزنا العين نعمل الشادو الاصفر. ليتس جو. باخذ لون انتقالي هو الاساس طبعا باني طبق اول شيء، بعدين برجع بختار الالوان الثانيه. مع الاصفر راح اخذ هذا اللون البني كتير حلو واعمل كونتور تبع العين نفسه. باخذ برش اكبر وتكون نظيفه وبرجع بدمج الخط مثل ما انكم شايفينه بمكانه. هذا اللون اكثر اصفر عندي موجود، فراح اخذ منه نفسه بايدي طبعا وارجع طبطب، برجع بحط طبعا اكيد اللون مثل ما انكم شايفين. بحاول اني انا كون نهايه اللون مدموجه مع الخط البني حتى انا اول شيء. رح ارجع اخذ لون شوي صاير بني على اصفر، يعني شوي تحسوه بني، وباخذ برجع محل الخط اللي انا حطيته اول شيء، برجع بحاول ادمج الخطين مع بعض. البني اللي اخذناه اخر شيء من تحت العين ومد لقدام، بس بوسع العين مشان ما سكر علي، يعني من قدام ما بخلي المد معه مسكر، بالعكس بفتحه كثير تمام. بحط لون الاصفر وبحطه كمان بالعين من هون مثل ما انكم شايفين، وبرجع بدمج فيه لبرا. بقيت العين بس باخذ خط كثير صغير، برجع المدمع لازم يكون المدمع كثير ناعم، ما بدي كثير قوي ابدا، لانه بدي ركز انه هالمنطقه تضل فاتحه، عند الانف هون صغير المساحه، فانا ما بصير اعمل كثير اوفر المدمع العين. شادو اسود لانه هذا الشيء بيخلي اللون يضل ثابت كل اليوم وما يتحرك ابدا. راح اخذ رمش كثير ناعم، بنحط اللاصق على خط الرمش فقط اللي بيوصل الرمش مع بعض، بتهووه شوي للرمش وبتنفوا مسكرة قبل. انا ما راح احط مسكرة بكل الاحوال، انتوا حطوا مسكرة على الرمش من تحت، طلع تطلع شوي لفوق وبطبق الرمش بشكل ارجح محله. والشمر فاتح وبين سحبة العين مثل ما انكم شايفين، وهي النتيجة النهائية. شو رأيكم؟